اهلا باجمل ناس في الدنيا، بعتذر جدا عن الغياب سريعا كده. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على الجرس ويختار الكل عشان اشعار الحلقه او الحلقات اللي هنزلها بعد كده ما تضيعش عليه. كنت عامل حلقه لصديقه لنا على قناتنا التانية اسال محمد وعيلته، القناه اللي احنا بنحل فيها مشاكلكم وفيها دروس مستفاده، وبنعرض كل يوم قصه ودرس مستفاد، وانا مثبت رابطها في اول تعليق وصف الفيديو. يا ريت تشتركوا فيها، محتاجينكم ومحتاجين ارائكم وتجاربكم وخبراتكم في اي مشكله بنعرضها. المشكله دي كنت انا عامل العنوان بتاعها جازات اللي يحب بزياده، هي قصه كل المشكله، والسبب الاول والاخير ان صاحبة المشكلة حبت بزيادة. هل السؤال لو انا اهتميت قوي دي غلط، او دي تبقى عيبة، او دي مشكلة، او دي هتؤدي لنتائج انا مش هحبها؟ هل لو انا حبيت بزيادة دي مشكلة؟ ايوة طبعا هي دي الاجابة. طب ممكن حد دلوقتي يرد عليا يقول لي يا محمد ابو زيد، هو الحب بايدينا؟ ما احنا ما بنحب بزيادة بيكون خارج عن ارادتنا. انا معاك، بس حب زي ما انت عايز بزيادة، زي ما انت عايز، بس مش شرط ان انت تجيب كل اللي عندك. تبين الحب ده يعني بزيادة قوي للطرف الاخر ليه، وايه اللي هيحصل لو انت عملت كده؟ احنا هنقول دلوقتي، خلينا بس نتناقش ونوضح. حب بزيادة براحتك بينك وبين نفسك، مش شرط ان انت توصل الحب الاوفر ده للي انت مرتبط بيه علشان طبيعي جدا. واعرف، اعرف مهما كان شخصية اللي انت بتتعامل معاه، لكل فعل رد فعل، ها، مساوي له في المقدار، مضاد له في الاتجاه. تفهم ايه بقى؟ تفهم ايه او تفهمي انت من القاعدة الاساسية الصحيحة دي؟ اهو في رد فعل للحب الزيادة بتاعك ده، لما انت تبينه وتوضحه مضاد معاكس لحبك الزايد. ايه هيكون العكس؟ تعالي، غرور، كبرياء، تطنيش، وعدم اهتمام. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، مش عايزين نوصل للمرحلة دي، لان دي سبب المشاكل كلها وعامل رئيسي في المشاكل ووجع القلوب وانهيار العلاقات في المستقبل. انت يعني كحد بيحب، او ما بتحسش بده في البداية، اول ما بتحب في البداية كده والمشاعر الملتهبة وترمي كده في البداية، مش هتحس بتغير من الطرف الاخر. انا رجاء بس عايزكم لو شايفين الحلقة دي مفيدة دوسوا لايك، عشان في استفسارات كتير قوي بتجيلي ما بقدرش ارد عليها. توصل الحلقة دي بدعمكم بلايك لأكبر قدر من أصدقائنا، ولو شايفينها ما هياش مفيدة دوسوا ديسلايك وقولولي السبب وشيروها، يا ريت لأي حد تقدروا إن انتوا تشيروها، اللي عايزين نفيد أصدقائنا بأي معلومة. احنا مش هنخسر حاجة لما نقدر إن احنا نفيدهم. ده رد فعل متوقع، ما تلومش غير نفسك. لازم تكون القاعدة دي، انت هترتبط وهتتجوز وهتخطب وهتتخطبي وهتتجوزي، لازم تكون عارف وعارفة حاجة زي كده، كل شيء في المعقول حلو. انا ما بتكلمش على اللي جواك، ما اقدرش اقول لك حب من جواك بليمت كذا، لان دي مالكش انت يد فيها، لا اراديا. ابقى انا غبي لما اطلب منك حاجة او اطلب منك حاجة زي كده، بس انا اقدر الومك واقول لك واطلب منك انك ما تظهرش غير بليمت معين على قدر ما يستحق الطرف اللي انت مرتبط بيه. واحدة 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 كده، شوق ولا تدوق، فينكم يا عقارب؟ فينكم يا أبراج برج العقرب؟ شوق ولا تدوق، امشي بالسياسة دي وهتدعي لي، هتدعي لي والله في يوم من الأيام، هتدعي أنت لمحمد أبو زيد، وأنا عارف أنا بقول إيه، صدقني. وبكرة أفكرك أو أنت تفكرني أو أنت تفكريني. لا يا جماعة، اللي يحب بزيادة عقابه على طول التطنيش، اللي يبين الأفورة ويندلق ويبقى لهفة زيادة عن اللزوم واهتمام زيادة عن اللزوم يستحمل العواقب، لأن العواقب هتكون قاسية. البنت كانت بتموت، احنا كنا عارضين الحلقة النهاردة، أنا منزلها من ساعتين أو ثلاثة أو يمكن أكتر شوية على القناة التانية، بتموت منهارة منهارة، بتتكلم معاها مش عارفة تقول كلمتين على بعض، كل ذنبها إن هي حبت بزيادة وبينت الحب ده، وبينت الحب ده للطرف الآخر، شاف نفسه بعد ما كان بيحبها وبيموت فيها وبيتمنى لها الرضا.
ترضى. لو هي عملت بقى بطريقة شوق ولا تدوق واحدة واحدة كده، ايوه ما احنا لازم نتحكم في نفسنا. ايوه هو لازم انت تتحكم في نفسك، لازم تعرف المقدار اللي تعطي بيه. على قد ما انت بتاخد ادي، خليك ازيد شوية اقل شوية ما يضرش، بس تبقى ازيد باضعاف مضاعفة، ده الغلط بقى. فاهمين انا عايز اقول لكم ايه؟ انت بتاخد من الطرف اللي انت مرتبط ده بيه حب بنسبة كام؟ 50%. هديك انا كمان 50%، نهار ما تتنطط 55 60%، بس مروحش هديك 200 و300% كده. في فرق، في فجوة كبيرة انت بتعملها ما بينك وما بين الطرف الاخر. لازم انت تقيم حاجة زي كده لمصلحتك. احنا هدفنا في الحلقة دي مصلحتك، مش حاجة تانية غير كده او مصلحتك. يا جماعة فعلا اللي يحب بزيادة قوي قوي زيادة عن اللزوم، جزاته ان هو يتجرح والطرف التاني يعامله بتطنيش ويعامله بغرور وكبرياء ويعاند معاه. ليه؟ لانه عارف انك ما تقدرش تستغنى عنه، لانه عارف في وقت ما يقول لك تعالى هتيجي، وقت ما يبص على مكانك هيلاقيك موجود، هو عارف طريقك. ولكن افترض معايا لو هو عارف ان مش ضامن، لو جه قال لك تعالى انت هتيجي ولا لا، ومش ضامن ان هيلاقيك في نفس المكان ولا لا، لا المعاملة هتختلف وهيخلي باله. اصل انا لو زعلتك ممكن ملاقكش، ممكن انت تتغير معايا، ممكن انت ملاقكش في المكان، ممكن اقول لك تعالى تعذبني وما تجيش، ممكن حد غيرك او غيري ياخدك مني. لا هتلاقيه بقى بيحسبها، هتلاقيه زي ما احنا بنقول كده اتظبط، بيظبط نفسه في المعاملة. انا كنت عايز ان انا اوصل رسالة ولي هدف من اللي انا قلته ده، من خلال اللي شفته على الانستجرام والفيسبوك وحتى في التعليقات على الحلقات على اليوتيوب. تلاقي بنت، وغالبا بنات، لان البنت للأسف اما بتحب بكل جوارحها وبتبقى عايزة تدي كل حاجة. انا بحبه وكان بيحبني وفجأة اتغير علي، سابني، خني، عرف غيري، بقى بيتبارد معايا، اعمل ايه؟ السؤال بيكرر نفسه، بيتسأل كتير. فقلنا نعمل الحلقة دي، وخاصة لما صديقتنا صاحبة المشكلة بعتت لي مشكلتها، صعبت عليا قوي، عمال ادور في غلطة مش لاقي. غلطتها الوحيدة ان هي حبت بزيادة. تخيلوا لما توصل ان كل مشاكلنا، اكبر مشاكلنا في الحب، ان احنا حبينا الطرف اللي معانا بزيادة. شفتوا الكارثة؟ لازم نخلي بالنا يا جماعة، خلي بالكم، اللي ما بيبصش قبل ما يخطي هيقع. انا بقول لكم احنا بنتكلم بقى، بنجيب من الاخر وبنكون صراح مع بعض، احنا عيلة واحدة، وانا تعودت معاكم على التلقائية والصراحة. هتخطي قبل ما تبص قدامك، هتتكعبل، هتقع، مش هتكمل طريقك ابدا. انما لما تبص قبل ما تخطي وتعرف ايه اللي مطلوب منك تعمله وايه اللي مش مطلوب، ها تأجله. ولو الخطوة انت شايف فيه قدامك شوية عراقيل عراقيل، تأجلها شوية. هو ده الصح، هو ده اللي بيوصل وبيكمل طريقه بغير اي مشاكل تقريبا، غير اللي بيمشي عشوائي ويقول لك انا ماشي وزي ما تيجي. هتمشي شوية وبعد كده هتفاجأ ان انت اتكعبلت. رجاء خلي بالنا من النقطة دي، اكتبوا لي آرائكم، لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها الانستجرام الفيسبوك، قناتنا التانية للفضفضة. كل الروابط دي في وصف الفيديو اول تعليق، وان شاء الله نلتقي بكرة وهتوحشوا.